هاي. رمز الامبرساند ظهر للمرة الأولى بإحدى رسومات الجرافيتي ببومبي بالقرن الأول، وكان جمع لحرفي إي وتي باللاتيني يلي بيعنوا و. مع حلول القرن التاسع عشر كانت الامبرساند الحرف السبعة وعشرين بالأبجدية اللاتينية وما كان عندها اسم، فكانت تنقرى AND. لهيك كانت قراءة الأبجدية مربكة X, Y, Z, AND, AND. فبدأ الأولاد بإضافة AND per se AND لتمييزها، مع الوقت صار اسمها ampersand. أول ظهور للكلمة بالمعجم كان سنة 1837. يستخدم الرمز اليوم بالبزنس وبكتابة العلامات التجارية لاختصار الأحرف والمساحة وحتى بكتابة التغريدات. مين قال إنه الفرنسيين والألمان بيستعملوا هالرمز بينما لغات أوروبية تانية ما بيستعملوها، لأنه كلمة وا مؤلفة عندهم من حرف واحد تماما مثلنا وما في داعي يختصروها؟ أنا قال بشوفكم بكرة.